الحاجة المهمة جدا إن في الفترة الأخيرة زي ما حضرتك ذكرت بقى في تبني كبير جدا لدور المتطوعين، سواء في الكوب 27، ويمكن إحنا بنشرف إن متطوعينا كانوا موجودين هناك في الكوب وساعدنا كتير جدا كمؤسسة بقى في تأهيل الناس اللي موجودة هناك. متطوعين شاركوا في متحف الحضارة لو حضرتك تتذكر ساعة الافتتاح. المتطوعين بقى في التحالف الوطني شكل بقى مختلف خالص. بقينا الفكرة الرئيسية إزاي إن المحور ده بقى محور رئيسي، يعني عندنا قوافل ستر وعافية، نزول على الأرض ميداني. مين اللي بيقوم بكل القوافل دي وبينظمها وبيشتغل فيها بشكل كبير جدا؟ هم المتطوعين. في كل قافلة بنوصل ما بين 2000 متطوع بيخدموا أهالينا. إحنا وصلنا للقافلة بتاعت ستر وعافية رقم 20، يمكن كانت في المنيا قريب. بينزل المتطوعين الأول يعينوا المكان، يتأكدوا إن المكان مظبوط، القرية اللي هي دي هنشتغل فيها بالتنسيق طبعا مع الوزارة المعنية سواء التضامن الاجتماعي أو التنمية المحلية. بنختار المكان ده ما بين شراكة جامدة جدا ما بين مؤسسات المجتمع المدني وما بين المؤسسات اللي هي بتعتمد على المتطوعين بشكل كبير. بننزل تنظيم كامل لدخول الناس وخدمة أهالينا. أمل، يعني أمل كبير جدا جدا بنقدمه للناس عن طريق إن إحنا دايما بنعتمد إن المتطوع يبقى بنفس المكان. يعني إحنا في المنيا فمتطوعين المنيا، إحنا في سوهاج فيبقى متطوعين سوهاج. ده بيعمل إيه؟ إن أهلك بتخدمك، يعني مفيش حاجة، يعني هو أخوك أو كتف في كتف زي الحملة اللي إحنا أيوة بنتكلم عليها. صح. هو اللي جاي يخدمك وهو اللي جاي يشتغل معك. فدي الفكرة الرئيسية اللي إحنا شغالين عليها. وعايز أقول لحضرتك على حاجة، لما جينا عرضنا عملنا حسبة بسيطة كده ما بين ساعات التطوع، وجدنا ان المتطوعين بتوعنا بنتكلم بقى على التحالف وصلنا ل 251 الف متطوع موسمي، ما يقترب من 75 الف متطوع مستدام. عندنا ايفنت كبير جدا بنحضر له الفتره اللي جايه ان شاء الله، يبقى حاجه يعني في استاد القاهره تبقى يتملى كلها متطوعين سواء من مؤسسه صناع الحياه او من مؤسسات الشريكه اللي شغاله معانا. فلا يعني الدوله متبنيه بشكل كبير جدا جدا موضوع التطوع. زيارات الرئيس هتلاقي حضرتك والرئيس بيعدي على بيفتتح مدارس، يعني بتلاقيه بيقف في المنيا، بيقف في سوهاج، بيحيي المتطوعين وبيشكرهم. وبقى دي يعني نقطة أساسية إن هو إزاي بيقدر الجهد اللي بيعمله المتطوعين في الشغل كله اللي بيحصل في المجتمع.